طبعا في عالم المادة تقاس الكميات بالرجوع إلى قيم معيارية أو نقاط مرجعية، فمثلا درجة الحرارة، كل درجات الحرارة تقارن بدرجة غليان الماء وتجمد الماء، ولكن بما تقاس القيم وبما تقاس المجتمعات؟ تقاس القيم بتجسدها في البشر الذين يمثلون نقاط مرجعية إلى أنظارهم وأمثالهم من البشر، وتقاس المجتمعات بأبطالها وروادها وشهدائها الذين يمثلون نقاط مرجعية للقياس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سماحة السيد، كيف يمكن لنا أن نفهم هذا المفهوم الواسع وهو مفهوم الشهادة، والذي من أسمى مراتبه القتل في سبيل الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: يا أبا محمد، إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد. قلت: وإن مات على فراشه؟ قال: أي والله، وإن مات على فراشه حي عند ربه يرزق. هذا الطريق الذي سلكه شهيدنا علي المؤمن رحمه الله هو الطريق الذي سيسلكه كل المؤمنين في الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. سمة الشهيد أنه يختزل المسافات الطويلة والجهد الكبير والوقت الكثير، يختزلها ببركة الشهادة في لحظة، هي اللحظة التي يدرك فيها. يعني جميل، أنا شفت السؤال المطروح تحت صورة الشهيد: من أنت؟ وتحته علامة استفهام، أو في آخره علامة استفهام وتعجب. في الواقع علامتها الاستفهام والتعجب لصيغة من أنت أو من أنا هي باقية بالنسبة إلينا الذين ما زلنا في هذا العالم المادي، ما زلنا نسأل من أنا. أما الشهيد عرف من هو الآن، الشهيد الآن لا يحتاج إلى لا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب، لأنه عاش لحظة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، لحظة رجوع كل القطرات إلى منبعها الأصلي، إلى الروح التي نفخت في كل الموجودات البشرية لما أن يفارق الشهيد الدنيا ويفارق هذا الجسد، وينقطع كل سبب بينه وبين الأرض والمادة، حينئذ يحيا. يعني يبصر نفسه أنه كان ميتا وبالشهادة أصبح حيا. ولذلك الشهداء عبر عنهم في ميزان الدين والقرآن والإسلام بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. اللحظة التي يدرك فيها الإنسان معنى اللقاء بالله عز وجل يدرك معنى الحياة. ولذلك سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا في هذا الشأن يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لحظة الشهادة هي اللحظة التي يقطع فيها الإنسان كل علاقة تربط بينه وبين هذه الدنيا، وهذه العلائق هي التي تشكل حجب تمنعنا من الوصول إلى الحق عز وجل. ولذلك يمكن أن تتبلور حالة الشهادة كواعي يستبق موت الإنسان بمعنى خروج الروح من الجسد، كما كان أصحاب الحسين عليه السلام، أراهم الحسين مراتبهم في الجنة قبل أن يفارقوا هذه الأبدان. شهداؤنا الذين شكلوا الطليعة لهذه الحركة، لهذه الثورة، كانوا هم الزاد الذي
لولاه ما كان بالإمكان أن تبقى الثورة حية. أول علامات النجاح التي تجعلنا نجزم بأنه مآل هذا الحراك لا يمكن أن يكون إلا الانتصار. ما يمكن أن إنسان يقول بأن مآل هذا الحراك هو الفشل، مآل هذا الحراك هو الانتصار. من اللحظة التي بدأ فيها هذا الحراك بتوافد الشهداء على الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن بالشهداء صار بيننا وبين الله عز وجل حبل، صار عندنا تواصل مع العالم الغيبي. ولما أن يكون للإنسان تواصل مع الله عز وجل عبر تقديم الروح وتقديم النفس، فحينئذ سيمد بمدد من الله عز وجل. وإذا جاء المدد من الله سبحانه وتعالى، هذا المدد لا يحتمل أن يكون هناك انكسار وهزيمة. ولذلك الله غالب على أمره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله. هذه الحقائق ما كان بالإمكان أن ترتقي إليها ثورة هذا الشعب وحراك هذا الشعب لولا وجود هؤلاء الشهداء. ولذلك أنا أعتقد بأنه من الخطأ أن نقول أو أن نبحث أو أن نحاول أن نبحث عن صمام أمان لانتصار هذه الثورة في غير الشهداء. الشهداء لما تقدموا قدموا صمام الأمان بأن النتيجة الحتمية والمؤكدة أن هذه الثورة لا بد أن تنتصر. مسألة الوقت مسألة دائما من يلعب عليها هو الشيطان وأتباع الشيطان. النصر الحقيقي كما قلت حينما تقدم ضحية يتقبلها الله عز وجل منك، هذا هو نصر الإنسان الحقيقي. النصر الحقيقي حينما يعبر عنه أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام يقول: كفاك نصرا على عدوك أن تراه يعمل فيك بمعاصي الله، وقد عمل القوم بمعاصي الله حتى لم تبقى معصية لم يفعلوها. هذا هو نصرنا الحقيقي. ولذلك نقولها بكل صراحة، إذا في إنسان ينتظر انتصار هذا الشعب أنا أقول له مخطئ. الشعب قد انتصر من زمان، الشعب انتصر من اللحظة اللي العدو صار فيها خسيس، صار دنيء، صار سافل وفي أدنى درجات التسافل، وانت في المقابل بمواقفك بشهدائك بعزتك بإبائك أصبحت رفيعا وعاليا. هذا هو الانتصار. هذا ما أريد أن أقوله كمقدمة وكمدخل إلى فهم شهادة الشهداء بما فيهم شهيدنا المرحوم المهندس علي المؤمن رحمه الله. أحسنت سماحة السيد، ربما كلامك يذكرني أنه عندما يدخل الله في معادلة النصر والهزيمة تنقلب كل المعايير المادية. حتى ذكرني كلامك بكلام الشهيد الصدر عندما يتعرض إلى مسألة هزيمة المسلمين في معركة أحد، يقول أن المسلمين قد يهزموا ولكن قيم الإسلام قيم الدين هي فوق معايير الهزيمة، فوق معايير الخسارة، فوق معايير أن تكون فوق معايير المادة. اسمح لي سماحة السيد أن أنتقل إلى الأستاذ هاني. أستاذ هاني، ربما السؤال على أو السؤال من أنت عندما نوجهه للشهيد، إعدادك إلى الكتاب طيف من كربلاء ربما أسهم في رسم صورة لمن لم يتعرف على الشهيد سابقا أو لم تكن له معرفة بالشهيد، بس لو تخبرنا عن قصة الكتاب وشلون بدأت فكرة تأليف الكتاب هذا حول سيرة الشهيد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السؤال يتعلق بالكتاب. كتاب طيف من كربلاء
عددناه لثلاثة أهداف أساسية. الهدف الأول من إعداد الكتاب هو تخليد ذكرى الشهيد رضوان الله عليه، فمن حق الشهيد أن يخلد ذكراه، وأحدى الوسائل التي تساهم في هذا المعنى هو أن نسطر له كتابا. الهدف الثاني هو إبراز مآثر الشهيد ومميزاته، وهو أيضا حق له علينا. الهدف الثالث وهو الأهم من وجهة نظري، أنني أعتقد بأن للشهيد سيرة رغم حداثة سنه، يعني كان عمره 23 سنة عند استشهاده، ولكن سيرته وميزاته وسجاياه تستحق أن تكون درسا للشباب، وربما حتى للكبار، مو بس للشباب. امتدت معرفتي بالشهيد منذ أن كان عمره 5 سنوات، حيث كانت تربطني علاقة مع أسرته الكريمة، حتى استشهاده. ومرت هذه العلاقة بمحطات، كانت علاقة عادية، ثم كنت أدرسه في المسجد بعض الدروس الدينية، ثم تدريب في التنمية الشخصية، إلى أن ارتقت إلى زمالة في العمل في الجمعية الأهلية. وخلال هذا المشوار، بحكم أنني كنت أدربه في برامج تدريب التنمية الشخصية، فإني كنت أنظر إليه نظرة فاحصة، أحاول أن أعرف ميزاته وخصائصه. وهذا الشيء هو الذي كون عندي رؤية جيدة عن هذا الشخص وعن هذا الشهيد العزيز. وبالتالي فإن السيرة تستحق فعلا أن تخلد وأن تكون مثالا لمن يريد أن يقتدي بالشهيد فعلا. ربما أكثر شيء يبرز من الشهيد أنه الناحية الثورية في شخصيته، وأنه واجه الظلم واستشهد بطريقة فظيعة، هو فعلا جانب مهم ومميز. ولكن الشهيد رحمه الله في شخصيته وفي سيرته جنبات جدا مهمة تحتاج أن يسلط عليها الضوء أكثر من هذه الجنبة، حتى شبابنا وأطفالنا وفي المستقبل أيضا إذا أراد أن يعرف الناس أو يعرف الجيل القادم ما هو الشيء الذي تراكم عند هذا الرجل فوصل إلى هذه المرتبة، فإن أفضل طريقة هي قراءة السيرة الذاتية. الإنسان إذا أراد أن يرتقي إلى العظمة عليه أن يدرس سيرة العظماء، والشهداء هم من أهم ومن أصدق مصادق العظماء في الأمة. ومن اطلع على الكتاب يجد جليا هذا المعنى الذي أتحدث عنه وقيمة هذا الشهيد وشخصيته. لو سألتك أستاذ هاني أنه موقف مميز، أو لما يأتي ذكر الشهيد على بالك، وش أبرز موقف يمر على بالك أو يمر على خاطرك؟ في الحقيقة مواقف كثيرة لي مع الشهيد، سأتناول بعضها، لن أتناول جميعها، نخلي شوي. تعطينا أبرز موقف يعني مر على بالك. خلني أمشي ياك من الصغر. في 2001، يعني إذا طارت من الذكريات، في 2001 كان الشهيد عمره آنذاك 12 سنة. نظمنا زيارة إلى الشيخ عبد الأمير جمري رحمه الله، إلى طلبة العلوم الديني، طلبة التعليم الديني في منطقة سترة كامل. كان آنذاك تو بادي الانفراج السياسي في البحرين. والشهيد آنذاك في صف السادس الابتدائي، ويمكن الصورة لاحظتونها من خلال فيديو، إليه صورة مع الشيخ الجمري. في هذا العمر يوقف قدام الشيخ في الأيام ويتكلم كل طلاقة وبثبات ورباطة الجيش
دون أن يرف له جف. هذا موقف شد انتباهي، هذا من علامات اللي أنا أخذتها على تميز الشهيد. عقب سنة يعني صار في أول إعدادي، رحنا في زيارة إلى الأستاذ المجاهد الحسن المشيمع فرج الله عنه، وهناك كان جميع يعني اللي في زيارة هم من أقرانه في المرحلة الإعدادية، وفتح المجال للأسئلة وكانوا يسألون أسئلة عادية جدا، ما رأيك في كذا وما هو رأيك في هذا الشيء، أسئلة جدا تقليدية. إلا الشهيد، الشهيد وقف وسأل سؤال جدا مميز وحساس ومهم، سأل الأستاذ حسن المشيمع أنت شلون صرت هالشكل، يعني وش سويت حتى وصلت إلى هذا المقام وهذا المقدار. أحسنت أستاذ هاني، أود لفت الانتباه إلى أنه إذا أحد يحب يداخل بمداخلة أو يشارك بمشاركة فالباب مفتوح. راح نستقبل مداخلة حق صديق الشهيد وزميله في العمل الرسالي الأخ علي أكبر، فإذا يوصل إليه المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. حقيقة يعني عندما أخبرت أني أحد المتحدثين في حق الشهيد صديقنا وعزيزنا الشهيد علي المؤمن، أخذت أكتب نقاط فيما سوف أتكلم وتحدث عن الشهيد شخصيته، يعني وأنا أكتب حقيقة في صفاته وفي جوانب شخصيته امتلأت الورقة، قلت خلاص يعني أنا ممكن كان أتكلم بورقة كاملة ومداخلة قصيرة. سوف أتكلم عن أهم الأشياء التي أنا أراها من وجهة نظري ومن زاويتي حول الصفات المميزة جدا في حق هذا الشهيد العزيز. أولا يعني أنا أغبطه حقيقة وأعتبره قدوة في هذا المجال في نقطة الوعي الذي يمتلكه هذا الشهيد، يعني أفضل من سوف يجيب حتى في حياته عن هذا السؤال الذي نحن بصدد الإجابة عنه، من أنت؟ كان حقيقة أشعر أنه يعرف من هو، يعرف ماذا عليه أن يفعل في هذا الوجود، يعني كان يعني رؤية كونية واضحة، عمل واضح، طريقة واضحة أتلمس منه كان يشعر بهم هذا المجتمع. هذه نقطة أولية وأساسية. النقطة الأخرى في حتى لا أطيل في مجال الأخلاق ودماثة الخلق لدى الشهيد، أنا عن نفسي كنت يعني أهوى وأحب أن أتكلم مع الشهيد. الشهيد دائما كان مستمعا جيدا متفاعلا مع الجميع، أي واحد يتكلم معه في اختصاصه يعني يذهب معه فيه يعني، فأنا كنت حقيقة أحب أن أتحدث مع هذا الشهيد وأهوى ذلك. نقطة أحببت أيضا أن أشير إليها، أنا في اعتقادي أن الشهيد وصل إلى مرحلة من الشهادة متقدمة. إذا كان رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون نفسه فهو شهيد، إذا رأينا أهداف الشهيد خصوصا في رسالته سوف نعرف أن الشهيد ما كان هذه أشياء مهمة ومقدسة الدفاع عنها، لكن الشهيد كان يدافع عن أشياء أكبر وهم أوسع، وبالتالي بمقدار هذا الهم كان الشهيد أو الشهيد يمتلك مقام متقدم في شهادته. أخيرا لفتني حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل لماذا لا يفتتن الشهيد في قبره، لماذا لا يمتحن لا يعذب، فأجاب أنه يكفيه فتنة السيوف ما معنى على رأسه، فكأنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربط مقدار الألم في سبيل الله ومقام الشهيد. وهنا نذكر أن الشهيد رحمه الله كانت شهادته من أفضل الشهادات وتألم كثيرا في شهادته، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه ويحشره مع من يتولى مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنت عزيزي.
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. راح أنتقل من النقطة اللي أثارها علي وهو موضوع رؤية الشهيد ورسالته. في حديث عن الإمام علي وعن الإمام الصادق قال أنه السائر على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. وفي الحديث أيضا أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. نشوف بشكل واضح في يعني الرسالة الشخصية والرؤية الشخصية للشهيد أن يذكر أنه مؤمنا منتظرا بالعمل بالتواصي بالحق بالصبر بتعليم نفسي وتنميتها علميا وروحيا وماديا وعاطفيا وجسميا بالتأثير في الآخرين المغير لهم بتغيير نفسي، منطلق نحو كمال علي بأخلاق الحسن وعزة الحسين بعلم سلمان ثبات أبي ذر وحرية الحر لنصرة القائم بسلوك وفكر ونهاية شهيد. سماحة السيد، كيف يمكن للشباب اللي يحمل وعي مثل هذا الوعي أن يكون هو المنطلق لتغيير واقع الأمة؟ ثمة نقطة مهمة جدا في حركة الثورات، وهذه أعتقد المسألة بحاجة إلى أن تستوعب لمن يريد أن يشق طريق الثورة. الثورة دائما تأتي على خلاف المألوف، يعني من يفكر أن ينتج ثورة عبر سلوك طريق سلكه شخص من قبله ما يمكن أن يحقق ثورة. الثورة أن تبتدع طريق، أن تخترع، أن تشترح بنفسك طريقا لم يسلكه شخص أو جماعة أو جهة من قبلك. وهذا العمل لا يقوم به حتى العقل، هذا العمل الذي يقوم به هو الروح. لذلك في كل الثورات التي أنتجت في عالمنا هذا، يعني ثورات الأنبياء في مجتمعاتهم اللي حققت تغييرات ملموسة، ثورات الأولياء، الأديان كلها إلى الثورات الحديثة والتي ربما كان آخر ثورة عشناها في عالمنا المعاصر ثورة حقيقية، هي الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979. بعد ذلك وفي هذه الأيام ربما يراد إنتاج ثورات مزيفة. طبيعة الثورات المزيفة أن تأتي مثل ما يقولون فوتوكوبي، يعني أن تأتي استنساخ، وهذا الشيء الخطير اللي بإمكانه أن يحول أي ثورة إلى مجرد روتين يستعاد وتدخل الثورة في مرحلة السبات مرة أخرى. الثورة هي استثارة للمشاعر، استثارة للروح، استثارة للعاطفة، استثارة للوعي، وبالتالي وبالأخير استثارة للحراك وللنفس البشرية والجسد البشري. لذلك إحنا لما ننظر إلى أي حراك مجتمعي، الشهيد إحنا إنما رأينا وتعايشنا وتألمنا لسقوط جسده، ولو نظرنا إليه بالعين الأخرى لكنا، وهذا الذي ينبغي أن يكون، لكنا نفرح ونغبط أنفسنا على أننا حظينا بمثل هؤلاء الناس. أستذكر كلمة لرئيس وزراء، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، لما أن جاء في المؤتمر الدستوري الأول والأخير اللي صار في بداية الحراك المسمى بالإصلاحي في البحرين، قال إحنا في لبنان لاحظنا علامة فارقة، يقول أنا لاحظتها من خلالها استشفيت بأن الصراع
سيكون بين حزب الله وإسرائيل يختلف عن الصراع السابق اللي صار بين إسرائيل والدول العربية الأخرى، واللي طبعا تعرفون إسرائيل منذ العام 1948 إلى يومنا هذا دخلت في صراع مع مجموعة من الدول العربية، سواء دول الطوق أو حتى دول غير الطوق. يعني العراق دخلت أولا وأخيرا وفي عهد صدام حتى دخلت في صراع مع إسرائيل، مع أنها ليست من دول الطوق، ولكن سوريا، لبنان، مصر، الأردن، كلها دخلت في صراع مع هذا العدو. يقول العلامة اللي شفتها فارقة هي العلامة اللي لاحظناها في أبناء الجنود والنساء خاصة. يقول لاحظت بأن الشهيد حينما كان يسقط ما كان الدمعات والبكاء هو سيد الموقف، كانت الزغردة والتهليل والتكبير والفرح هو سيد الموقف. فعلمت أن احنا قاعدين ندخل عصر آخر، وبالفعل كان هذا العصر هو عصر نصر الله، لأن احنا لما نتحرك في تعاطينا مع أي ظاهرة ضمن سياقها السابق إذا ما بإمكاننا نحقق ثورة، راح ننتج على المنوال السابق. الثورة معناها أن تخطط طريق ما اخططه أحد قبلك، أن تشق شيء في الجدار وتفتح ثغرة ما فتحها أحد من قبلك. هذا الأمر ما تفعله إلا الروح، والسبب الأساسي برأيي أنا في نجاح هذه الثورات التي تحدث في هذا العصر الراهن أنها ليست ثورات على المنوال السابق، هي ثورات روحية بامتياز، ولذلك لا بد أن تحقق غرضها. مفارقات كثيرة يستطيع أي شخص أن يرصدها في هذا الحراك الشعبي اللي شفناه خلال تقريبا سنتين ونصف الآن من هذا الحراك في البحرين منذ العام 2011 إلى يومنا هذا. اللي يرصد الظواهر الجزئية قد يحسبها ظواهر جزئية، ولكنها تعطي كما يقولون علامة فارقة. أنا شخصيا صحيح ما عشت اللحظات الأولى من الثورة والعام الأول من الثورة الإيرانية في إيران ما عشتها، بس العام اللي بعدها رحت للدراسة، يعني 80 بعد سنة تقريبا من الثورة رحت للدراسة في قم وبقيت إلى 1999، يعني قرابة 20 عام، والحرب العراقية الإيرانية بدأت بعد أسبوع من وصولي إلى وذهابي للدراسة في قم. الشيء اللي ميز أنها ثورة أيضا كان لابد أن تنتصر وتستمر أن الناس والبشر وقائد الثورة هو روح الله. يعني كان قيادة الثورة هي روح مو عقل. كثير أؤكد على الأخوة وقلتها في مواقف كثيرة حتى مع شخصيات دينية قيادية ومع جمعيات، أيها الأخوة لا تخطئون وتحاولون أن تنجحوا الثورة بالعقل. الثورة ما يسويها العقل. العقل إذا بتقول له في جدار هني يقول لك ما ممكن أكسره. الثورة لا، الثورة يقول يمكن، الثورة تقول يمكن. ولذلك كان في برنامج لطيف يضعونه في ذكرى ثورة 22 بهمن في إيران، ذكرى انتصار الثورة، يضعون برامج من لقطات كانت أيام مقاومة الشاه. الشخص يحدث فيها صورة فوتوغرافية، الشخص مسوي فيها شيء ما يصير في العادة، يعني مثلا رافع له شخص واحد رافع له مثلا طرف من سيارة، رافعنا هذا في الأحوال العادية ما يصير، هذا ما يصير إلا في الحال اللي شنو، إلا الروح تتحرك. ليش؟ لأن الروح من أمر ربي، والروح لما تكون من أمر ربي، قلت لكم من أمر ربي يعني شنو،
من أمر الله، أمر الله إذا جاء أمر الله فلا تستعجلوه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني أيضا الروح تكون قادرة على تحقيق أي شيء. من اللطائف الجميلة التي يذكرها لي بعض الإخوة، يقول أردت أن أخلد إلى النوم في ليلة من الليالي، من الإخوة في منطقة سار، يقول بيتنا على الشارع، بيتنا على الشارع، فأردت الساعة 12 تقريبا أنام، يقول سمعت أصوات برا شوية يعني هيصة وكذا صوت، طلعت من النافذة، يقول شفت أطفال اثنين ما يتجاوز عمرهم 12-13 عام وشايلين هذا الكرسي مال البلدية الاسمنت الصب، شايلين اثنينهم وخلينا وسط الشارع. زين رحت نمت، قعدت صلاة الصبح، صليت صلاة الصبح قريب طلوع الفجر، وإذا أسمع أيضا جلبة وأصوات، طليت من النافذة شفت قوات الأمن البواسل مع عمال البلدية يعني 4 أو 5 رجال يريدون يزحزحون هذا الكرسي من محله مو قادرين. ما أريد أن أقوله بشكل دقيق جدا وعلى الجميع أن يفهمه، دعوا الروح تتحرك في الثورة، الروح كفيلة بأن تنتصر وتنصر نفسها، لأن الروح من أمر الله. ولا تدخلوا التفكير العقلي ولا تدخلوا إمكانياتكم النفسية، إن قدراتنا البشرية ما تستطيع. نعم قدراتكم البشرية ما تستطيع، أفكاركم العقلية أيضا مهما بلغتم كمحللين استراتيجيين وباحثين وعلماء وخبراء أيضا ما راح تستطيع أن تنتج ثورة. الثورات كل الذين درسوا الثورات يعرفون أن الثورات لا تنتجها إلا الروح، وهذا ما سماه دارسوا الثورات بروح الثورة. نعم أحسن سماحة السيد. الآن نأخذ عدد من المداخلات إذا تسمح لنا. المداخلة الأولى راح تكون إلى الأستاذ يوسف عبد الباقي أستاذ الشهير، فإذا بالإمكان يتوصل إليه الميكروفون. من بعده راح تكون مداخلة إلى أم الشهير علي جواد الشيخ. تفضل أستاذ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نختصر على 2 أو 3 دقائق في المداخلة تفضل أستاذ. إن شاء الله ما أصير 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. علي الشهيد الشاهد التقي الورع المؤمن، يمكن تقولون هالكلمات وايد صعبة على علي، بس عندي دليل. تلميذ فاق المعلمين والأساتذة. في قصة في النجف الأشرف أحد المراجع الكبار، وقت الاحتضار كان يوجهونه إلى القبلة، فكان يستخدم كل قواه للانحراف عن القبلة. حاولوا مرة ثانية ثالثة ما استطاعوا، بعدين شافوا شفاه تتحرك فتقرب إليه أحد الموجودين، يقول إليهم الفقيه أذيتوني. قالوا لي ليش؟ وقت الاحتضار كان يتغوط من شدة قبضة الروح، ملتفت إلى الجهة الشرعية على أن التغوط في اتجاه أو استدبار أو استقبال قبلة حرام. فقيه، يمكن تقول أنا أحب علي كثير، عند الشاهد وقت الهجوم على الدوار من المفترض من أي شخص يسمع على أن هجوم على الدوار المفروض يلتجئ إلى الأقران والأصدقاء حتى المساعدة، بينما علي الشهيد التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال لأحبته ذكروني بالتيمم، تيمم الغسل، تيمم الشهادة. وهذه دليل واضح على أن هذا الحبيب في قمة الورع والتقوى. اللهم انتقم لنا من قاتليه، والحمد لله رب العالمين. يا الله أحسن محمد وآل محمد.
الله أحسنت بارك الله فيك. ربما من عايش الشهيد ومن عرفه يحمل فيه في ذاكرته مواقف كثيرة للشهيد، ربما لا يتسع الوقت لذكرها. راح نأخذ بعض المشاركات من جانب الأخوات. راح نستقبل وبكل فخر أم الشهيد علي جواد الشيخ في مداخلة، ومن بعدها الأخت مريم العطار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الطاهرين. اللهم صل. في الحقيقة يعجز لساني وأنا أعبر عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية الشهيد علي المؤمن. أنا أعتبرها شخصية فذة، مفخرة للثورة كلها، مفخرة للسترة. هذا الشهيد أعتبره مدرسة، مدرسة علمت الأجيال، ومن ضمن وأعتبره نموذج يحتذى به كل الأجيال. ومن ضمن أنه من أنت لا يخفى على أي إنسان من هو هذا الشهيد، حتى العنوان يجيب نفسه. من أنت؟ إنسان عظيم، إنسان شهم، بطل بمعنى الكلمة. لا يخفى عليكم سيرته الذاتية، لا أحب أن أكررها، كررها السماحة العلامة والأخوان، غني عن التعريف. النموذج احتذى به الكبار قبل الصغار، ومن ضمن اللي احتذوا به وساروا على نهجه ولدي الشهيد علي. تأثر بهذه الشخصية العظيمة منذ استشهاده، وحتى من قبل في دروس اللجنة الأهلية كان يتكلم معي عن هذا الإنسان، يريني صوره، يراني على طول كيف يدرس هذا الشخص قبل استشهاده. إلى حين استشهاده تأثر به، كان وقع استشهاد الشهيد علي المؤمن في نفس الشهيد علي الشيخ أثر كبير، أثر في نفسيته. لا كلماته لا تفارق عن كتابات الشهيد علي. يعني هذا البطل يعتبر مدرسة حتى للصغار، فشخصية عظيمة. يعني اقتدوا به في الثورة، شخص بهذا الشخصية العظيمة ويحتذى به حتى الأطفال. فأنا صدقت المقولة شهداؤنا عظماؤنا، وما أقدر يعني غني عن التعريف. يعني اسمحوا لي، ما أعطوني من قبل كلمة أحضرها عن هذا الشهيد، كأن صفحات مجلدات عن هذا الشهيد ولا يكفي هذه السطور. أحسنتين يا أم علي. وصلوا على محمد وآل محمد. ربما كلام أم علي، يعني ذكرنا كلامك سيدنا أنه الثورة غذاؤها الروح، وثبات آباء الشهداء، ثبات أمهات الشهداء، لما تسمع كلامهم هيكون يثلج الروح ويكون غذاء وقود إلى الروح. يعني لما قدم شيء في الثورة ولما قدم شيء وعطاء إلى هذا الشعب، عندما يشوف ثبات آباء الشهداء وأهل الشهداء يخجل صراحة أنه ما قدمنا شيء إلى هذا الوطن. عفوا، إن هذا الشهيد ما مات ولكن مات قاتله، واللهم تقبل منا هذه القرابين، وصلوا على محمد وآل محمد. سنتين يا أم علي، بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مداخلة إلى الأخت مريم العطار.
أخت مريم العطاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سأتحدث اليوم بنبذة مختصرة عن ولدي علي، تلميذي علي، حبيبي علي. لقد درست عليا أولى مراحل حياته الدراسية، ألا وهي المرحلة الابتدائية، الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي بمدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين. لقد كان ولدي عليا تلميذا متميزا، متفوقا، مجتهدا، مطيعا، ما أروعه. لقد أحببته كثيرا، ولطالما كنت أثني عليه وأمدحه أمام كل معارفي. لقد كان دائما الأول على الصف والمدرسة. لقد كان مبدعا، سريع البديهة، فائق النشاط، سريع الإنجاز، لدرجة أنه كان يكمل حل التمارين والأنشطة الصفية قبل زملائه بوقت طويل، وينظر إلي بنظرة لن أنساها طوال حياتي، ويقول مبتسما: معلمة خلصت. تلك الابتسامة التي يعرفها الجميع، والتي لم تفارق محياه يوما، وكأنها جزءا من أجزاء وجهه الجميل. لقد أفررت له ولزملائه المتفوقين ركنا خاصا مليئا بالأنشطة والألعاب التعليمية والإثرائية، والتي كان ينجزها على أكمل وجه. لقد كنت أفتخر به كثيرا، كونه ابني وتلميذي وابن حماتي، فقد كان مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق والاجتهاد. لقد كان مكرما عند الناس بهذه الشخصية المحبوبة الفريدة، ومكرما عند الله بالشهادة. نعم، فهو الآن في مقام ومنزلة نغبطه عليها، فكما أحبه الناس أحبه الله بهذه المنزلة الرفيعة. إنه فخر لنا، وفخر للوطن، وفخر لجميع الشرفاء على وجه هذه الأرض. حبيبي علي، ابني علي، أختم كلماتي بدعاء لك ولجميع الشهداء بقصور الجنان، وبالحشر مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ومع الصديقين والشهداء والصالحين. والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا مداخلة إلى سماحة الشيخ محمد سعيد السكري. ربما كم كبير من المداخلات، نحاول نستوعب أكبر قدر ممكن من المداخلات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتجابين. أبدأ في حديثي عن علي رحمة الله عليه بكلمة مكتوبة على هذه الرسالة الموجودة هناك، وهي تقول رسالتي: أبدأ، إذا كنت أرى يعني بصورة صحيحة، بتعليم نفسي، أو عفوا بالتأثير في الآخرين المغير لهم بتغيير نفسي. طبعا أنا عشت مع علي، يعني رأيته طفلا ثم شابا يافعا إلى أن سمعنا هذا الخبر المفجع. لكن أقول هي رسالة أوجهها للشباب، وأوجهها لكل من حضر ولكل من سمع. كان علي رحمة الله عليه يتميز بأنه يفتح أذنه لمن يستمع، يسمع صوت الآخر،
يتقبل الرأي الآخر مع الفارق السن الذي بيني وبينه، لكن كنت أناقشه في كثير من الأمور وكنت أختلف مع اختلافا كبيرا، إلا أنه دائما يختم كلامه أننا نختلف ولكن يبقى الود بيننا. أتمنى من إخوتنا الكرام أن يتحملوا بعضهم ويأخذوا منه هذه الرسالة الواضحة. بل كان رحمة الله عليه وهو في ريعان شبابه، حسب ما علمت، أنه كان يعطي ورش عمل ومحاضرات في فن الاختلاف في الرأي. ما أحوجنا حقيقة واقعا، ما أحوجنا إلى هكذا عقول، لأن فعلا نفتقد هذا الشيء. كانت الساحة تعج بالاختلافات وتعج بالتجاذبات، إلا أنه كان يتواجد في جميع الأمكنة ويقبل هذا الرأي ويقبل هذا الرأي ويقبل هذا الرأي. فهذه الرسالة يجب أن تصل بوضوح لإخوتي وأبنائي رحمة الله عليه. رحمه الله. ربما من عايش الشهيد يلاحظ هذه الميزة، وربما هو اختار في برنامج أنا أتطور، كان موضوع التخرج من الدورة كان ثقافة الاختلاف، وموجود أيضا التسجيل على اليوتيوب. أيضا من عايش في الجامعة أيضا كانت هذه ميزة للشهيد، أنه تقبله وصدره الرحمة في تقبل الآخرين. سماحة الشيخ إذا تسمح لي راح أستقبل الأستاذ حسن مرزوق مداخلته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم شيخ. في البداية أحب أن أعزي البحرين بالشهيد المهندس شعب عبد المؤمن، وأحب أن أتحدث قليلا عن ما يميز هذه الثورة المباركة وما يميز شهداءنا الأبرار عن باقي الثورات التي جرت في المنطقة. أولا، الشعب البحريني هو الشعب الأول وربما الوحيد في منطقة الخليج الذي خرج بثورة بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا العنفوان. ومن يقومون بهذه الثورة الشباب البحريني الذي تميز عن باقي شباب ثورات الربيع العربي، حيث منهم المهندس ومنهم الطالب الجامعي ومنهم. لذلك كما ترون وكما يرى العالم كيف إن هؤلاء الشباب يخطون الخطط المنهجية الصحيحة لكي يرى العالم من هو شعب البحرين، رغم أن شعب البحرين يتعرض إلى حرب كونية من قبل الأنظمة العربية المتكالبة مع هذا النظام الظالم الغاشم. لذلك يحاولون أن يحجموا هذه الثورة، يحاولون أن يتهموا شبابنا الثائرين بتهم كثيرة، ولكن شبابنا وبهذه المنتجات الأفلام أو المنتجات التي تعرض، الأفلام القصيرة، ما عملوه في الدوار من تشكيلات، من حملات، من جلسات، من ندوات، من ورش. جلست معهم بنفسي في الدوار ضمن لجنة دعم شباب 14 فبراير التي كونتها الجمعيات السياسية، ورأيت عملا مهولا. قلت في نفسي إذا كان هؤلاء الشباب يملكون هذه الإمكانيات وهذه القدرات فالنصر محتوم، النصر محتوم مع هذه الطاقات، مع هذا، مع شبابنا، ورحمة الله عليهم جميعا، إن شاء الله منصورين إن شاء الله. أعود إلى المتحاورين. أستاذ هاني، إذا تحب تختم بكلمة في نهاية الحوار هذا. أختم بوش يعني إما كلمة إلى الشباب توجهها بحق الشهيد.
مشكلة لأن كثير من الأمور اللي بيتكلم فيها بس يمكن الجماعة سبقوني. أنا أكثر شيء يمكن أحب أوجهه للشباب أن يقرون سيرة الشهيد قراءة المتفحص الذي يريد أن يتعلم، الذي يريد أن يكتشف مرتكزات قوة شخصية الشهيد. هذه القراءة اللي احنا نبيها فعلا لأن تقرأ السيرة حتى يعرف كيف وصل الشهيد إلى هذه المرتبة، ما هي التراكمات، ما هي الخلفيات، على ماذا بنيت شخصية الشهيد. موقف يعني شخصية الشهيد شخصية جدا مميزة. أحب أتكلم إذا ممكن في دقائق، في دقيقة، على أساس لأن في بعض أيضا مداخلتين أو ثلاث نحب نستوعبها. أحب بس أستعرض رؤية الشهيد. مدام تكلمت أنت عن رسالة خليني أتكلم أنا عن الرؤية. تفضل. رؤية الشهيد موجودة في الكتاب، كتاب طيف من كربلاء. هذه الرؤية يمكن البعض ما يستوعب وش المقصود بالرؤية. الرؤية طبعا ما يريد الشخص أن يصل إليه، الحلم، الأمنية، الهدف الغائي اللي بيوصل إليه. كتبت بطريقة جدا جميلة، لو تلاحظون الرؤية يتكلم عن، كتب الرؤية بطريقة أدواره في الحياة. فهو كمهندس ماذا يريد أن يصل إليه؟ المتفرد في هذا المجال في المنطقة والمبدع فيه، هذا رؤيته كمهندس. رؤيته كأب مستقبلا لما يكون أب شنو راح يكون عليه وضعه؟ كيعقوب إلى يوسف. رؤيته كزوج المتفهم المتساعد المحب. رؤيته كابن بار حتى 80، يعني بيكون بار لوالديه حتى 80، يعني حتى نهاية العمر يفترض، يعني في 80 احتمال ما يكون الوالد موجود يعني، وهذا على الأساس الظاهر كتب 80. الأخ رؤيته كأخ المحب والحريص والمتابع. أما كونه علي، رؤيته الشخصية لنفسه ماذا يريد أن يكون عليه؟ المصلح في المجتمع، بين قوسين رسالي، أنا قاعد أنقل كلماته بالحرف. المثقف الواعي، الكريم، المساعد، المعتمد عليه. شوفوا شلون شمولية ورؤية واضحة، في وضوح في الرؤية عنده. الثابت على الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، الممهد والمنتظر، يحب الجميع، خليفة الله، يمشي عدل وفيه دروس، شهيد في السلوك والفكر والنهاية. يعني ما يميز علي فعلا أنه كان يرى نفسه شهيد، هي من الميزات أيضا. يعني ما كان الشهادة محض صدفة، وهذا الشيء الدليل عليه أنه موجود كلمة شهيد في الرسالة وفي الرؤية نفسها. يكفي. نعم.